مي هنا عندنا في ليبيا بعض الناس يعني ما يحبوكش انت يعني. يعني ما يقعدوا للناس الثانيين يقولوا مع تحضروا الشيخ وسيم يوسف ان هو يتبع في حزب مش نفس الحزب اللي نتبعه في احنا يعني. زين هذا زين هذا. واحيانا يا شيخ حتى خطبه الجمعه تكون هنا عليك انت يعني الرجال يقولوا معاش يقولوا معاش خلوا النساء يعني الشيخ وسيم يوسف لاجل احنا. قسما بالله الخطيب اللي يخطب عني جمعة انه فاضي. والله انت متأكدة انه في خطيب في ليبيا خطب عني جمعة؟ ايه والله يا شيخ تبي حتى في جوازنا بعته لك عادي يعني يخطب يقول انه ما تخلوش النساء وما تخلوش ابنائكم يحضر الشيخ وسيم يوسف لانه ما يتبعش حزب نفس الحزب اللي نتبعه فيه احنا وكلامه يعني فيه من الشك والاحاديث اللي يقول فيه النص صحيحات وكي يعني. نعم ضال مضل. انا براوي بخطب عنا جمعه براوي هذا الشيخ. انا براوي با يا شيخ والله نبوك تزور ليبيا ماذا بينا يعني. والله انه الخطيب اللي بخطب عني انه فاضي يعني المنابر يعني. وسيم يوسف لما قالوا اي حزب انا زين انا اي حزب انتمي لاي حزب؟ والله ما نعرف يا شيخ لكن انت مسلم وانا مسلمه وانت زين. الكلام اللي تقولي مش كلام متشدد يعني. ما هي ما هي ما هي الفتوى التي خرجت بها عن قول العلماء؟ زي مثلا زائرات القبور دائما يا شيخ عندي ابويا متوفي لي 5 سنين نمشي نزور فيه من حد ما سمعت كان نحضر فيك لي 4 سنين ايه؟ لما سمعت قلت عادي يعني امشي. زين زائرات القبور اختي اللي تزور القبر هذا مو قولي، قول الامام مالك والشافعي وابو حنيفه. يروح يسبوهم لا يسبوا وسيم يوسف. لكن لا يا شيخ يتبعوا هم حزب ثاني يقول لا ممنوع يعني ممنوع. هذا مذهب هؤلاء مقدمه تربوا على مذهب الامام احمد لا يعترفون بباقي المذاهب، خلاص هم كيفهم حرين انا ما الزمهم، هم يقولون المراه تزور القبر حرام، حرين هم يمنعوا بناتهم زوجاتهم، لكن كدين الشافعي ومالك وابو حنيفه يقول لا زوروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم اي النساء عن زياره القبور الا تزوروها، زين هل هذا الفتوى فقهيه تخرجنا عن السنه وتجعلني ضال؟ لا يا شيخ لكن هم ما يبوش يعني واخذين فكره التشدد ما يبوش حد يجي يغير لهم يعني ويخلي كل شيء مسموح ويخلي يعني اما اذا انا كنت مع الخطيب الجمعه هذا فانا على السنه ومن انصار دين الله وانا من طلبه العلم الاخيار، واذا خالفت مساله فقهيه فانا ضال مضل، ويحذر النساء ما يتابعوني حسبي الله ونعم الوكيل. يحذر النساء ليبيا؟ هو قصدي على الشعب كله يعني مش للنساء خاصه انه هم يخطبوا في الرجال لان خطبه الجمعه للرجال يعني يكونوا حاضرين. وانا اقول انا اقول للشعب الليبي عناد فيه تابعوني. ايه ما هم قاعدين عناد فيهم هم تزيد انت تجينا تعطينا محاضرات هنا يعني. الله يهدي الشعبيه الكبيره اللي عندك هنا. الله يهدي والله يعني رجل يعني الله يهدي صراحه انا مشفق عليه، انسي وسيم انسي هو، لكن رجل يصل لمرحله يصعد منبر ويذكرني ويقول اوه لا تتابعون وسيم احذروا هذا مسكين. والله يا شيخ احنا عندنا في ليبيا ان الحكايه راهو مخلطه بالنسبه للدين يعني الله كل واحد يقول في كلام وكل واحد يعني الله يكون في عون الشعب الليبي، الله يكون في عون الشعب الليبي، الله يكون في عون الشعب الليبي. ان شاء الله، شكرا يا شيخ والله احنا نحبك في الله وما دابينا تجينا زياره يعني هنا تشوف انت كان تدير محاضره هنا يسكتوا معاش يديروا خطبه عليك بكل يعني يعطونا يعني اذا بدون محاضرات يخطب عني جمعه، كيف لا اسوي محاضره؟ والله يا شيخ شكرا بارك الله فيك، شكرا ان شاء الله في ميزان حسناتك. الله يسعدك والله انه فاضي والله العظيم.